اهلا وسهلا جميعا. انا الحين موجوده في مدينه براغ واللي هي عاصمه التشيك. جيت لمده 4 ايام وبدايه الرحله لحالي، وخليني اوريكم براغ معي زي ما انا اشوفها. وراح ابدي اليوم بجولات تاريخيه. في البدايه بروح جوله عن المعابد اليهوديه والتاريخ اليهودي الموجود في براغ، لانه كان تاريخ عريق وظلوا هنا فترات طويله. موجودة في أقدم سينيغوغ اللي هو المعبد اليهودي في براغ، وتقريباً هذا من القرن 13. النساء يقعدون خلف هذه النافذة علشان يسمعون المحاضرات حق الراباي. أنا الحين موجودة في المعبد اليهودي الثاني اللي هو كان أصلاً معبد خاص حق ميزل، بس إنه تبرع فيه علشان الناس. للأسف لأنه ما في ناس يهود كفاية في براغ، حولوا هذا المعبد إلى متحف. يقولكم إذا ما في عدد رجال كفاية خلاص ما يفتحون المعبد وما يقدرون يسوون العبادة اللي حقتهم. سموه المعبد الإسباني لأن التأثير حق التصميم اللي حقه كان إسباني ومغربي. التصميم لما يكون في تأثير إسباني أو مغربي طالع، بس هذا اللي خلاني أقرر إن أنا أبغى أجي إلى هذه التور. شوفوا هذه الزخارف اللي موجودة على السقف. المعبد صراحة ما شفت التأثير الإسباني على المغربي، جدا جميل من اختيار الألوان إلى التصميم إلى كل شيء. يقولكم كانوا يخلون اليهود في هذه الفترة يلبسون أشياء صفراء، وكل قرن تقريبا تتغير، أحيانا نجمة، أحيانا تكون قبعة، أحيانا شيء، بس هذه من النجمات المعروضة اللي كانوا لازم يلبسونها علشان يميزونهم إنهم يهود غير الناس الباقية. أقولكم تقريبا 80,000 انقتلوا بس في براغ، وهذه أساميهم كلها موجودة على الجدران علشان يتذكرون هالناس. واحدة من المعلمات خلال فترة الحرب كانت فنانة وكانت تبغى تشجع الأطفال أن يرسمون ويعبرون عن مشاعرهم، وبعدين حطت رسوماتهم وصورهم كلها داخل شنطتها وسافرت. طبعاً مسكينة الإنسانة ماتت في النهاية، بس على الأقل كل الرسومات وصور الأطفال بقت. الحين جينا للمقبرة اليهودية وفيها 12,000 مدفونين في هذه المقبرة. هذا تقريبا ثاني مقبرة أجي أزورها وأنا مسافرة. أول واحدة كانت حق في البوسنة والهرسك حق المسلمين والمجزرة اللي انقتلوا فيها، وهذه الثانية حقت اليهود. هذا أهم شخصية اندفنت من القرن 16، والناس عادة يجون يتمنون الأماني. شوفوا حاطين أوراق وحاطين شموع علشان تتحقق أمانيهم. الحين جيت لآخر معبد يهودي عندهم في هذه الجولة، وهو الخامس من المعابد الموجودة، وبما أن عدد المصلين مو كفاية فتحول إلى متحف. أو أغلب الأشياء المعروضة في هذا المتحف عبارة عن أشياء لها علاقة بالإجازات الدينية اللي حقهم. خلال الجولة حقت المعابد اليهودية ناس كثير حسبوني يهودية، ومرة انصدمت الحياة لما قلت لهم ان انا مسلمة، بس الكل كان لطيف الحمد لله وكلهم محترمين. تعرفت على واحدة من البنات الموجودة في الجولة السياحية، فهذه طريقة ممتازة اذا جايين لحالكم مكان وما تعرفون احد، روحوا الجولة السياحية وتعرفوا على الناس الموجودين. وجيت معاها علشان نتغدى ولقينا محل حق اكل نباتي كله خضار، فيجيتيريان، مو بس فيجيتيريان بعد فيجن، يعني خالي من كل الاشياء الحيوانيه. وحتى لقيت اطباق خاصه
تشيكية وتكون نباتية. وشيء الغريب ان الموسيقى في هذا المطعم عربية، واحدة لبنانية تغني، تخيلوا. فما ادري يعني انا هل اجذب الاغاني العربية ولو يجذبوني. هذه طبخة تشيكية فيها قطع لحم، بس هذا اللحم مو حقيقي، يعني مصنوع من الصوي والخضار والاشياء الاخرى، وعلى اساس هذا الدمبلينجز قطع الخبز ومعاها كريمه ومربى. طعمها يشبه اللحم بس مختلف، كذا غريب.